سعيدة جدا باستقبال ضيفي. قلت بكري شوية أن يعني الاستوديو منور بضيفي وبالفعل بتظاهرة مهمة برشا اليوم باش نحكي عليها، تظاهرة ليلة النجوم اللي هي تجي في إطار البرنامج العلمي السنوي لفرع تطوير لمدينة العلوم. وينورني بالحضور الحقيقة، سعيدة جدا أنه معانا سي جمال الجري. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي جمال، نورتنا، شكرا على قبول دعوتنا اليوم. أهلا وسهلا، يعطيك صحة أخت ليلى، تحية ليك ولكل المستمعين إذاعة تطاوين. عايشك. في الحقيقة وأنا في الطريق جاي في الكهرباء نسمع في برنامج ورود الصباح إذاعة تطاوين، وشد انتباهي فقرة رفقا بالأرض. أيوة. اللي هو موضوع متاعها هو التغيرات المناخية، المصطلحات على البيئة. نعم. حول الاحتباس الحراري يمسكم هذا شوية، وهذه بتبيت الحال احنا برشا مش شوية برشا. وبالمناسبة الليلة ان شاء الله عندنا محاضرة حول التغيرات المناخية، تأثيرات المناخ، كيفية التأقلم مع المناخ، التحسيس البيئي يقدمها الدكتور الأستاذ التعليم عالي السيد مبروك متصر الليلة إن شاء الله بفرع مدينة العلوم بتطاوين إن شاء الله. إن شاء الله. إذن كما قلت ينورني بالحضور رئيس فرع تطاوين لمدينة العلوم سي جمال الجري. ليلة النجوم وما هيش أول مناسبة، ما هيش أول ليلة بتبيعة، أنتم تشتغلوا خاصة على الاستمرارية، ونتصور وين ما فما حاجة جديدة أو ارتبطت معناها الموضوع كما كنت تحكي سيادتك بالمناخ بالفلك، يظهر لي زادة مع بداية سنة جديدة ميلادية خاصة يكون تكون فما أنشطة كيف من هكا، والليلة هي ليلة أخرى من ليالي مدينة العلوم ومهمة جدا المواضيع اللي باش تقترح، وطبعا المحاضرات أهم حاجة، الضيوف وجمهوركم زادة اللي يعتقد أن جمهوركم من نوع خاص، جمهور وفي جدا للتظاهرات هذه. نعم أكيد جدا، الليلة تظاهرة ليلة النجوم. ليلة النجوم هي سهرة فلكية، الأهم والأكبر من حيث البرمجة العلمية ومن حيث عدد الزوار، دونك يجون العائلات من مختلف جهات الجنوب الشرقي. السهرة هذه هي النسخة عدد ستة، دونك هي الدورة السادسة لليلة النجوم بفرع تطاوين. السهرة هذه معناها تتراوح ما بين العلمي والفني بالإضافة إلى الرصد الفلكي بالتلسكوبات. تنطلق التظاهرة هذه مع 7 متاع العشية بورشات علمية، العديد من الورشات العلمية في مختلف المجالات العلمية، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في علوم الحياة، أيضا في الروبوتيك. من بعد مع 8 تنطلق العروض الموسيقية، عندنا عرض موسيقي من تقديم مجموعة مقام للموسيقى بقيادة الأستاذ شفيق المحمدي. من بعد جينا محاضرة حول التغيرات البيئية كما ذكرت بكر يقدمها الدكتور مبروك منتصر. ثم عرض موسيقي، ثم محاضرة أخرى نقدمها أنا حول الشهب والنيازك. نعرف إحنا ليلة النجوم اسمها بالفرنسية هي لانوي دي زيتوال فيلونت، دي زيتوال فيلونت اللي هم الشهب، والليلة باش نتعرفوا على الشهب وعلى النيازك وعلى النجوم بصفة عامة وعلى الأجرام السماوية. عندنا شوقتنا باش نكونوا حاضرين ونتابعوا، خطر مهم جدا اللي تحكي فيها سي جمال، ويظهر لي زادة الأسئلة اللي يجيوا برشا، خاصة نتصور معناها جمهور الأطفال أحيانا راهو حتى الواحد في داره هو معناها مع أولاده وكل يسألك ولدك سؤال علمي بحت، انت نفسك معناها تصعب عليك الاجابه، ربما ما تنجمهاش تتحصلش عليها في الوقت هذاك. نتصور الاسئله هذه راهي تجي في المناسبات هذه، والاطفال خاطر نعرفوا الطفل معناه ديما عنده حب الاطلاع وديما يسال، فمهم جدا الحضور. اكيد احنا نتوجه ديما للفئات هذه الناشئه، وهذه في اطار
ترغيب الأطفال في تعاطي الأنشطة العلمية. دونك احنا نقدموه بطريقة سلسة، بطريقة ترفيهية صحيح مبسطة، صحيح، ولا في خاطر اللي شكل يسمع ماني حاجة كبيرة، علم كلمات كبيرة شوية على ما تنجمش الإنسان، ربما بسيط عادي ما نجمش يفهمها كيف ما، لكن تظهر لي الطريقة اللي تتقدم بها حتى المحاضرات رغم أنها محاضرات علمية، ولكن يظهر لي الأسلوب والطريقة معناها مبسطة جدا. أكيد احنا نتوجه لجميع فئات المجتمع، دونك معناها الجمهور العريض، دونك المحاضرات نتاعنا والعروض العلمية والورشات باش يكونوا معناها مبسطة جدا، وهذايا مهمتنا كمدينة العلوم وفرحة في التطاوين هو نشر الثقافة العلمية. نعم. إذا نعملوا زادة مسابقات، عندنا مسابقة الليلة في علم الفلك باش بعد ما يتابعوا المحاضرات الزوز، عندنا مسابقة للصغار خاصة وحتى الكبار نجموا يشاركوا، ثم جوائز زادة. جيد، دونك ولا ترغيب. نعم أكيد أي احنا أي. هو هي مناسبة تثقيفية تعليمية ترفيهية. ولا بالإضافة إلى المحاضرات والعروض الموسيقية، عندنا حصة الرصد الفلكي واللي هي تنطلق من 8 نتاع الليل حتى منتصف الليل، معناها ثم لي تيليسكوب محطوطين باش نشاهدوا الليله القمر، ايضا باش نشاهدوا كوكب الزحل. هذه الحصه هذه على طول السهره الفلكيه، دونك معناها ينجم الزائر يستمتع بالعروض الموسيقيه والمحاضرات، وينجم زاد ياخذ يمشي يشاهد في نفس الوقت، معناها هنا دعوه للجمهور باش ما يصير اكتظاظ على التلسكوب. ايوا دونك هكا فما مراوحه تري بيان، اعطيك صح بالضبط. قرينا حسابنا الامور التنظيميه الكل ان شاء الله باش تتعدى الامور على احسن ما يرام. فما ثلاثه محاضرات في سهره الليله، ثم زوز محاضرات علميه، ثم مسابقه في علم الفلك، ثم العديد والعديد من الورشات نفتتحوا به البرنامج نتاعنا من 7 نتاع العشيه، وثم حصه الرصد الفلك اللي هي معناها على طول ان شاء الله سهره من المغرب حتى منتصف الليل. وعندنا زاد ايضا مجموعه، هذه مفاجاه معناها جديده في الواقع ما حطيتش في البروجرام، مجموعه هذه جايين باش يعملوا السياحه الفلكيه. اي مجموعة نوع من اخر من السياحه، ولا حالين في شركه خاصه عندهم وسائل ومعناها خاصه بالرصد الفلكي وبالسياحه العلميه، وبعدين نكتشفوا مع بعضنا ايش معناها السياحة العلمية. هذه نجم نشتغلوا عليها. هذه نجم ناخذ معك موعد من توا باش نحكيوا عليها. أكيد في الحصة الأكيد هو انه الليله باش نشوفوا الكوكبات النجميه، اهم الكوكبات النجميه الصيفيه، النجم القطبيه، الدب الاكبر، الدب الاصغر، باش نشوفوا العديد من الابراج. انا ما نحبش نقول الابراج، اما في الواقع اسمهم الكوكبات النجميه. شنو معناه نشوفوا برج العقرب الليله. أيوة لا يخصني الموضوع مال هذه البرج هذا ولا كوكب النجمية نسموها الكوكبة العقرب، هذه تخرج في الصيف موجودة، وكوكبة النسر الطائر، كوكبة النسر الواقع، برشا كوكبات نجمية هذوما صيفية يخرجوا كان في الصيف باش نشوفوهم الليلة إن شاء الله في إطار السياحة الفلكية وبيان توريزم. معناها سي جمال فما كما كنت تحكي معناها مربوطة بالفصول، معناها في فصل الصيف نجمو نشوفوا باش ندخلوا في السياحة الفلكية. معناها في الصيف فما سياحة معينة، في فصل الشتاء يظهر لي زادة كيف فما سياحة معينة، ما نعرفش بين ربيع وشتاء هل أنه تنجم تكون نفس السياحة ولا زادة تغيير. احنا عندنا نفس خريطة السماء، أي هي اللي في 88 كوكبة نجمية، مجموعة من النجوم يتشكلوا في شكل معين، احنا الإنسان والباحثين في المجال هذا يعطوا أسامي معناها مثل العقرب، كوكبة العقرب تشبه للعقرب. دونك يعطوا 88 اسم، وهي العقرب تخرج في الصيف بطبيعتها ربي بعد علينا الله يستر. أيوة. إذن ال 88 كوكب نجمي نجم نشوفوهم من النصف الشمالي للكره الارضيه، هذوما ديما موجودين في السماء. شنو اللي تبدل على أيوة. طول العام هذا هو معناها وضعيه الارض. دونك تختلف شويه باش تعطيني الفصول، وباش نشوفوا اسماء جديده كل فصل نشوفوا فيه
نجوم وكوكبات جديدة. الاختلاف في الدوران معناها دونك حركة الأرض حول نفسه وحول الشمس. بالضبط بالضبط. جيد جدا. السياحة الفلكية دي حاجة جديدة ما نعرفوش قبل، ما تحدثناش عليها، وإن شاء الله في المساحات القادمة ناخذوا فترة لباس بها ونحكيوا على السياحة الفلكية، خاطر مهم جدا. دونك السياحة الفلكية هذه توندونس، احنا في تطاوير، عندنا الجيوبارك، عندنا إن شاء الله الليلة باش نحكوا عليه سي مبروك منتصر، هو رئيس اللجنة العلمية للحديقة الجيولوجية تطاوين ولا الظاهر بصفة عامة، باش يحكي لنا زاد أكيد باش يعطينا لمحة على وين وصلوا في البروجي هذه التسمية هذه. إن شاء الله في أكتوبر باش نعملوا تظاهر كبيرة أسترو توريزم، باش تعمل في أحد المناطق القريبة الجبلية تطاوين، باش نجيبوا فيها معدات من مختلف الجمهورية يشاركوا فيها شركات أجنبية، شارك فيها الرصد الجوي كيف كيف مدينة العلوم، باش إشهار للتطاوين وسيرتو الجانب هذا الرصد الفلكي الليلي اللي هو معناها تتوفر المناخ وبعيد على البوليسيون تاع الضوء كذا. دونك هني نحب نذكر ان المجموعه هذه اللي باش تجينا الليله باش تعمل السياحه الفلكيه بقياده سي مروان المتصر، تحية ليه. دعوة مفتوحة للجميع. فرصة مهمة جدا ولا. الدخول مجاني وحر. صحيح. ماكش في كل وقت نجم تشوف كوكب زحل. نعم أكيد أكيد. أيوة يعطيك الصحة. معناها الحقيقة تظاهرات مهمة جدا كما كان يحكي سي جمال، معناها محاضرات قيمة. تغييرات المناخ زاد موضوع مهم ووقته، وهذا اللي نعيشه خاصة بعد الصخرة اللي مرينا واللي بها واللي باش تعاود ترجع. على فكرة في أقل من دقيقة، التغيير الطقس ربما ولا الحرارة المرتفعة هذه، درجة الحرارة المرتفعة على غير العادة، ما تأثرش على مثل هذه التظاهرات، ما تأثرش على مثل هذه السهرات، ما تأثرش على معناها تخلينا نشوفوا اللي نحبوا نشوفوه كما احنا نحبوا نشوفوه. أي بخصوص الرصد الفلكي الليلي لازم تكون سما صافية، ومهي مش درجة الحرارة ترتفع أو تنخفض، ما عندش واقع دخل كبير في الموضوع هذا. المهم السماء صافية. المهم السماء صافية وبعيدة عن الضوء، التلوث الضوئي هو اللي يقلق في الرصد الفلكي. دونك احنا في البلاصة في حي المهرجان في المركب الجامعي نحاولوا نقصوا الأضواء المحيطة بنا، الضوء البلدية وأضواء المركب الجامعي، حتى نحافظوا على الطاقة شوية مزيان. ولا ترى هي فرصة. دونك وتكون معناها الأجواء مواتية للرصد الفلكي واستعمال التلسكوبات. خرق العادة نجمو نشوفوا السماء بالعين المجردة كأننا في الصحراء. أي جيد. جميلة جدا، مع المنظر باش يكون جميل جدا فيها. أكيد هي سهرة فلكية فنية بامتياز. أي والأجمل أنه هالمراوحة بين الفن والسهرة الفلكية الفنية، معناها تمشي تستمتع بالفن شوية وبعد تمشي تعمل طلع على العالم الآخر. يزيدها رونق وجمالية. صحيح صحيح. كل التوفيق بالطبيعة عليكم سي جمال الجري. أكيد أكيد السهرة الليلة باش تكون في مدينة العلوم فرع تطاوين، وسي جمال هو رئيس الفرع بالطبيعة، في إطار البرنامج العلمي السنوي. سهرة تنطلق من الثامنة ليلة السابعة مساء حتى منتصف الليل. حدود منتصف الليل. تمشي وتتفرهدوا وتسمعوا الموسيقى وتتعرفوا زادة على السياحة الفلكية اللي احنا بيدنا اليوم تعرفنا عليها، وإن شاء الله تكون لنا محطات في الحصص القادمة حتى نحكي أكثر على الموضوع هذا المهم. عشان إذا كان فما إضافة سي جمال، ممكن باش نحكي شوية على المدارس الصيفية. احنا خرجنا من زوز مدارس، مدرسة الروبوتيك ومدرسة الحساب الذهني. عندنا طلب كبير على المدرسة الروبوتيك باش نعاود إن شاء الله سيسيون أخرى في الصيف، وعندنا زوز مدارس صيفية إن شاء الله باش يكونوا في بداية سبتمبر استعدادا للعودة المدرسية. في اليقظة العلمي، المدرسة الأولى نتوجه بها للتعليم الأساسي، ومدرسة ثانية في العلوم الحياة والأرض والفيزياء نتوجه بها للسنوات الإعدادي 7 و8 و9. يعطيكم صحة. شكرا لك سي جمال جري، رئيس فرع مدينة العلوم تطاوين، كل التوفيق. نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة.